منذ خلق الله البشر ومنذ نزل آدم عليه السلام معمرا للأرض، توالت الأجيال وبدأ التاريخ يسجل حضارات وعادات وعشائر. بعضها مر عليها الزمان وفقدت بين سطور التاريخ، والبعض الآخر رسخت في مكانها تسجل التاريخ وتحكي تراثها للأجيال اللاحقة، تحكي لنا قصة مكان. أطلال لحضارة ضخمة حفرت في جبال صلبة، كانت حياة وحضارة أمست تاريخا صامتا من حجر. تقع مدينة الحجر بالقرب من مدينة العلا التي تتبع لمنطقة المدينة المنورة، وهي مدينة تاريخية قديمة حيث كانت تسمى بوادي القرى. كتب عنها التاريخ كثيرا وتغنى بها الشعراء، ويسميها الأثريون عاصمة الآثار. والحجر كما هو معروف هو ذكر في القرآن الكريم كمكان لقوم ثمود. هناك أيضا في الحجر جبل يسمى جبل الكاتبة والحوارة، وهو الذي نتقت منه ناقة سيدنا صالح عليه السلام. مدينة ما زالت تملك أسراراً لم يعرفها الباحثون حتى الآن، يبحثون بشغف ساحر، يحللون كيف استطاع الإنسان أن يطوع صخوراً وينقشها بدقة بارعة. أسسوا الأنباط حضارة عريقة تتمثل في واجهات المقابر المنحوتة ذات الفخمة، ذات العناصر الفنية المتناسقة إما عموديا أو أفقيا. إذ أظهر لنا الإنسان النبطي في تلك في الحجر مدى قوة الفن العربي بتمازج هذه العناصر الفنية النحتية. أقوال سائدة غير مؤكدة عن أقوام سكنوا المكان، تركوا نقوشا محفورة على سفوح الجبال، خرجوا أو انتقلوا أيًا كان السبب، ولكن الحقيقة ثابتة بأنهم تركوا قصورهم أو ديارهم أو مدافنهم معزولة ليعاد اكتشافها من جديد كأحد أكثر المواقع الأثرية جذبًا في المملكة. يبلغ عدد المدافن في مدائن صالح 131 مدفناً، منها 32 مدفناً عرف تاريخها. حددت العوامل المناخية التي مرت عليها شكلها النهائي، بالإضافة ليد الإنسان الماهر الذي تفنن في رسم النقوش والنحت عليها لتشكل واجهات المدافن، وهي اليوم على شكل بقايا مبان كانت مطمورة تحت التراب لم يكشف منها إلا القليل. العلا تنقسم إلى عدة مجموعات من المقابر النحتية، سواء مجموعة قصر البنت والتي تتمثل بعناصر فنية نحتية جميلة أعطتنا بعد حضاري وثقافي عن ما يكنه الإنسان النبطي في تلك الفترة. تتميز كل مقبرة بالنقوش التي تغطي واجهتها، كما تتميز بعض المدافن بوجود نصوص نبطية توضح فيها ملكية المقبرة وتاريخها ودقة نحتها. تتنوع تلك المقابر في أحجامها وأبعادها بحسب صاحب المقبرة والمكانة الاجتماعية والاقتصادية، وهي ملك لكل أفراد العائلة وتورث من بعدهم.
وحدات للمدافن كثيرة، وأكثرها شهرة قصر الصانع، وهو أحد أجمل المقابر النبطية، ويتميز بالنسر المنحوت والمحطم رأسه على مدخل القبر. تجد العناصر الفنية المعمارية والنحتية موجودة بشكل مكثف وبشكل منسق. إذ وجدنا في تلك الواجهات سواء العناصر ذات الواجهة، ما هو موجود على الواجهة المثلثة من حيوانات أسطورية على الجانبين تمثل الآلهة منوت وآلهة الينابيع، والتي تمثل في الواجهات الأخرى بشكل جرار فخارية. مجموعة الخريمات، وهي عدة مقابر متراصة بعضها ببعض وأخرى مجابهة لبعضها البعض، على مسافة 750 مترا شمال قصر الصانع، وهي من أكثر مجموعات القبور النبطية عددا وتنوعا في التصاميم والأشكال الأخرى الآدمية والحيوانية. يبلغ عدد قبور هذه المجموعة 48 قبرا، بعضها بحال جيدة والآخر تأثر بعوامل التعرية. التكوينات الصخرية في الحجر هي عبارة عن رمال رسوبية، وكانت الحجر مغمورة بالمياه قبل 2 مليون سنة. فسهولة النحت في الواجهات الرملية سهل جدا، إذ يستمر النحت من 6 أشهر إلى سنة وشهرين إلى أكثر من ذلك. الديوان، وهي تسمية حديثة لما شبهه أهالي المنطقة بالديوان نظرا لاتساع أبعاده على شكل قاعة فسيحة. يقع الديوان على مدخل ضيق بين الجبال، وبحسب التنقيبات الأثرية فإن الديوان يعتبر معبدا نبطيا قديما. مجموعة قصور البنت، هي مجموعة قبور متنوعة غرب الديوان، وسميت بقصر البنت محليا نظرا لنقش يشبه الفتاة بظفيرتي شعرها الممتدة من كلا الجانبين. أيضا هناك واجهة رئيسية ومميزة وهي قصر الفريد. قصر الفريد عبارة عن واجهة فخمة كبيرة، ارتفاع تقريبا ارتفاعها 21 متر، نحتت على صخرة منفردة ذات تختلف عن بعض الواجهات بوجود 4 أعمدة في الواجهة الرئيسية، وغير ما هو معتاد عمودين في الجانبين. بأعلى بوابة كل مقبرة يوجد نحت باسم صاحب المقبرة ومهندس بنائها وسنة نحتها، والتي تؤرخ بسنة حكم كل ملك من ملوك الأنباط. تبنت الهيئة العامة للسياحة والآثار المنطقة التي تعد من المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية، ونظمت المواقع ورقمتها وكتبت واجهات إيضاحية للزوار. مدائن صالح، أول موقع من المملكة يندرج في قائمة الأماكن ذات القيمة العالمية الاستثنائية في اليونسكو. فن يبرهن القدرة على النقش على الأحجار وتطويع الجبال وكأنها صلصال، لتكون آيات جمالية وصروحا معمارية وتراثية بأبعاد ضخمة ومتناسقة.